السلام عليكم متابعي الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد التورته بالعجين المورق. كنديروا حشوه ديال الريكوتا والسبانخ، كنتمنى تعجبكم. هذه علمتها ليا خالتي الحبيبه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، ان شاء الله غادي تعجبكم 100%. اول حاجه غادي نديرو السبانخ، وغادي نديرو عليها زيت الزيتون وشوي ديال الملحه وشوي ديال الفلفل الاسود. وغادي نخليو هاد السبانخ حتى يتقلاو مزيان وينشفوا من الماء باش تجينا التورته ناشفه، ما تجيش فيها الماء. غادي نقليو السبانخ مزيان، مني غادي يتقلى غادي نحاولوا نقرضوهم يكونوا طريفات صغيورين. مني قردناهم طريفات صغيورين غادي نحطوهم في بوله ديال اللي غادي نوجدو فيها الخليط، ومن بعد غادي نضيفو جوج ديال البيضات غادي نحيد هاد القشور، غادي ندير جوج ديال البيضات وغادي ندير حك ديال الريكوتا ممكن تستعملوا الجبن ديال الجبلي اللي عندنا في المغرب حتى هو كيجي لذيذ. وغادي نضيف عليها واحد الكميه ديال البارموزون او اي فرماج عندكم. غادي نخلطوا المكونات ديالنا على هذه الطريقه حتى تندمج كاع العناصر مع بعضياتها، كتجي لذيذه بزاف، جربوها. هاد الحشوه ممكن ديروها حتى مع البريوات كتجي لذيذه بزاف. من بعد غادي نضيفوا الحشوه ديالنا وسط التورته. هنايا عندي العجين المورق مسرح هكاك خديته، انا غير درته في المول ديال اللي غيدخل الفران. من بعد غادي نديروا الحشوه ديالنا، نحاولوا نقادها بالمعلقه ومن بعد غادي نحاولوا نجمعوا الجوانب ديال التورته.
ونحاولوا نسرحهم شويه باش ما يتنفخوش لينا وتحلو. ومن بعد غادي ندهنوها بالبيض، حاولوا تبتوا الجوانب باش ما تنفخش ليكم. انا غادي نطرب دابا البيض باش ندهنوها. غادي نضيف عليه واحد نقيطه ديال الخل، غادي ندهن التورته ديالي كامله. قبل ما ندخلها الفرن باش تعطينا داك اللون محمر زوين، هنا درنا التورته ديالنا كامله. دابا غادي نخلوها للفرن حتى تحمر. نتوما عارفين يعني العجين المورق ما تيبيش بزاف ديال الطياب، مني تبان لكم محمره هنا الشكل النهائي ديالها تتهي. كنتمنى تعجبكم وجربوها، كنتمنى تشتركوا في القناة ديالي اللي باقي ما اشترك، ويدير ابوني ويدير جيم ويفعل الجرس يوصلوا كل جديد ديالي. بسلامة وفي وصفة اخرى ان شاء الله.